تونس 2011. الانتخابات علاش وكيفاش؟ الانتخاب عام حر وسري. الانتخاب عام وهو حق من بين الحقوق السياسية الأساسية اللي تضمن الأنظمة الديمقراطية لكل المواطنين متاحة، اللي تتوفر فيهم جملة من الشروط المعينة والمعقولة. والهدف من هذا جعل الانتخاب طريقة لتحقيق سيادة الشعب. كل ناخب لازم تكون عنده الجنسية التونسية، وحتى اللي عنده جنسية أخرى معها عنده الحق في الانتخاب. والناخب لازم يكون عمره على الأقل 18 سنة ومتمتع كامل مداركه العقلية، ويلزم زاد الناخب يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يعني ما تحكمش عليه بالسجن من أجل جريمة. والهدف من الشروط هذه جعل الانتخاب تعبير على إرادة حرة وواعية. وزيد على هذا القانون ما يقصي حتى تونسي على أساس جنسه، أصله، وإلا دينه، وإلا ثروته. هذاك علاش الانتخاب عام وحق للتوانسة الكل. وباش نكونوا حاضرين نهار 23 أكتوبر يلزمنا نثبتوا في بعض الحاجات. أولاً، اللي عنده بطاقة تعريف قديمة يلزم يبدلها بطاقة التعريف الجديدة، على خاطر هذيك الوحيدة اللي تنجم تنتخب بها. واستخراج بطاقات التعريف هذه وإلا تجديدها يكون في مراكز إما الشرطة أو الحرس الوطني. وثانياً، ابتداء من 11 جويليا إلى 2 أوت، يعني في ديكم 3 جمعات، باش كل مواطن يمشي لأقرب بلدية ليه وإلا معتمدية وإلا المراكز متاع اللجان الفرعية للانتخابات، ويسجل روحه على قائمة الناخبين. ومراكز التسجيل هذه على ذمتكم من 8 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية. والشبان اللي نهار 23 أكتوبر باش يولي عمرهم 18 سنة يلزمهم من توا يحرصوا باش يطلعوا بطاقة تعريف ويسجلوا أسماءهم على قائمات الناخبين. إذن الانتخاب عام وزاد حر، معنتها هو اختيار كل شخص للقائمة الحزبية وإلا المستقلة اللي يحب عليها ومقتنع بها. والانتخاب ما يكون حر إلا ما يبعد على كل الضغوطات اللي تنجم تمارسها على المواطنين القوى السياسية اللي تشارك في الانتخابات. وما ينجمش يكون حر كذلك إذا دخلت فيها الفلوس، على خاطر بعض المترشحين ينجموا يشريوا أصوات الناس، والممارسات هذه تعاقب عليها الدول الديمقراطية. الانتخاب سري، يعني المواطن كيف باش يختار بين المترشحين اللي يحبهم يمثلوه، الاختيار هذا يكون بعيد على عينين الناس باش حتى حد ما يأثر عليه. هذاك علاش في كل مكتب اقتراع يلزم يكون فما خلوة، يعني بقعة ينجم المواطن يكون فيها وحده باش يختار على راحته. وهكا يكون الانتخاب عام حر وسري.